قال: فأخبرني عن أول فئة تجوز على الصراط، من هم؟ قال: المؤمنون. قال: صدقت يا محمد، فصف لي ذلك. قال: يا ابن سلام، من المؤمنين من يجوز في 20 عاما على الصراط، فإذا بلغ أولهم الجنة تدلت الكفار على الصراط، حتى إذا توسطوا أطفأ الله نورهم فيبقون بلا نور، فينادون بالمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أليس فيكم الآباء والأصحاب والإخوان؟ ألم نكن معكم في دار الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين طفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. قال: فأخبرني ما يصنع الله بالموت حينئذ. قال: فإذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتى بالموت كأنه كبش أملح، فيقف بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أولياء الله، هذا الموت هل تعرفونه؟ فيقولون: نعرفه يا ملائكة ربنا، اذبحوه حتى لا يكون موت أبدا. ويقولون لأهل النار: يا أعداء الله، هذا الموت هل تعرفونه؟ فيقولون: نعرفه. فتقول الملائكة: نذبحه. فيقولون: يا ملائكة ربنا، لا تذبحوه ودعوه، لعل الله يقضي علينا بموت فنستريح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، فييأس أهل النار من الخروج منها، وتطمئن أهل الجنة بالخلود فيها. فعند ذلك قال ابن سلام: صدقت يا رسول الله. ونهض ابن سلام قائما على قدميه وقال: امدد يدك الكريمة لتشملني بركتها، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الحساب حق، وأن الثواب حق، وأن ما أخبرت به حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكبرت الصحابة رضي الله عنهم عند ذلك، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سلام، وصار من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا، ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك.